في وقت تتواصل فيه جهود تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يظل مسار هذه المحادثات مهيئا للعديد من العراقيل والعقبات التي قد تطيل أمد التفاوض بين الجانبين. تتسم التصريحات التركية بوضوح أكبر مقارنة بتلك الصادرة من دمشق، حيث تسعى أنقرة إلى رفع سقفها التفاوضي بإصرار على تحقيق شروط محددة قبل أي تقدم حقيقي في العلاقات الثنائية بين البلدين. ودون مقدمات تذكر، أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر في حديثه مع وكالة رويترز أن بلاده لن تشارك في أي نقاش حول تنسيق انسحاب قواتها من سوريا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ثلاث مسائل رئيسية تعد بمثابة الشروط التي تشكل أساس أي تقدم في المفاوضات مع النظام السوري، مشيرا إلى أن أنقرة لا تزال ثابتة على موقفها بضرورة معالجة القضايا الجذرية التي أدت إلى الأزمة السورية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011. تصريحات قد تحتمل أكثر من معنى، البعض يقرأها على أنها نوع من التنصل عن ذلك التقارب الذي دعت إليه أنقرة في وقت سابق على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والبعض الآخر يرى أنها نوع من أمور ضرورية قبل الجلوس على طاولات مفاوضات واحدة، فكيف ستنتهي الأمور؟ إقرار دستور جديد، إجراء انتخابات وتأمين الحدود الثنائية بين البلدين، تلك هي شروط تركيا التي لن تتنازل عنها حتى تسمح بالجلوس أمام الأسد في مفاوضات ثنائية أو ربما ثلاثية ترعاها روسيا. فبعدما شهد ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق عودة قوية إلى الواجهة السياسية التركية خلال الشهرين الماضيين بعد فترة من الجمود استمرت طوال العام الماضي، يشير هذا النشاط المتجدد إلى محاولة تركيا دفع الملف قدما مع التركيز على حل المشكلات الأساسية التي تعوق التقدم في عملية التطبيع. ويعكس ذلك رغبة تركيا في تحقيق استقرار سياسي في سوريا، وهو هدف رئيسي يعكس التزامها بالمساهمة في الحلول المستدامة للأزمة السورية. تشير تصريحات جولر إلى أن تركيا مصممة على تأكيد شروطها كأولوية في أي مفاوضات قادمة، ويتزامن ذلك مع محاولات أنقرة لاستئناف الحوار مع النظام السوري بشكل يضمن تحقيق أهدافها السياسية في الوقت نفسه. تسعى تركيا إلى تحقيق استقرار سياسي شامل في سوريا، وهو ما يتطلب إدماج مختلف الأطراف في العملية السياسية وإعادة إعمار البلاد. في الجانب الآخر، هناك بعض الأولويات التي يضعها نظام الأسد قبل الجلوس على طاولة المباحثات الثنائية، إذ تعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويلة بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، قبل أن يبدأ بإظهار بوادر إيجابية خلال تصريحاته الأخيرة معبرا عن انفتاحه للمبادرات التي تستند على مبدأ وحدة الأراضي السورية، وذلك مع وضع روسيا حليفة النظام السورية ثقلها في ملف تطبيعي عبر لاعب دور الوسيط بين الأتراك وبشار الأسد ودفع الأخير إلى التقدم في هذا المسار. لكن على ما يبدو أن تصريحات وزير الدفاع التركي ستجعل الأسد يعيد حساباته من جديد في الأمر. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية، ودعا أردوغان الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث. وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدانا يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه. في المقابل قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق حول مبادرة أردوغان: نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب بدون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ. أنقرة في تصريحات مسؤوليها سواء في الدفاع أو في الخارجية أكدت رفضها القاطع لاستخدام أوراق الشروط المسبقة على طاولة المفاوضات قبل الجلوس إليها، فلا يحق لدمشق من منطلق موقفها الحالي أن تظهر أي شروط، لكن أنقرة لديها الحق في ذلك. وذلك حينما قال وزير الخارجية التركي فيدان: عندما يقال إن على الجنود الأتراك أن ينسحبوا، عليكم في سوريا أن تأخذوا لاجئيكم وتدمروا المتطرفين على الحدود بيننا، حينها ستأخذ تركيا جنودها من أرضكم، فعندما يتم طرح الشروط لدينا المزيد من الشروط. أوضحت أنقرة بجراء
أهداف سياستها الجديدة في سوريا التي تتضمن الدفع نحو تحقيق حل شامل وإعادة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تأمين الحدود والتعاون في مكافحة التطرف. هذا التوجه يعكس التزام تركيا بتحقيق استقرار دائم في المنطقة، كما أشار إليه وزير الدفاع التركي ياشار جولر. تشير تصريحات تركيا إلى وجود هدفين رئيسيين من موقف أنقرة. الأول هو الرد على السقف التفاوضي المرتفع الذي يفرضه الأسد من خلال رفع سقف المفاوضات أيضا. أما الثاني هو التأكيد على أن جهود تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق لن تكون على حساب شروط أساسية، وهي مثل الانسحاب الكامل للقوات التركية من سوريا، والتي تشدد أنقرة على ضرورة تحقيقها. الموقف التركي من عملية التطبيع مع النظام السوري ظل ثابتا وواضحا سواء في تصريحات الحكومة التركية السابقة أو الحالية. المسؤولون الأتراك أكدوا مرارا أن انسحاب القوات التركية من شمال سوريا مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. في النهاية إذا ما أرادت دمشق وأنقرة التوصل إلى نتائج ملموسة في ملف التطبيع، سيتعين عليهما التفاوض للوصول إلى أرضية مشتركة تلبي مصالح الطرفين، ما يتطلب متابعة المسار التفاوضي الجديد المتوقع، والذي من المفترض أن يشمل مستويات أمنية واستخباراتية في الفترة المقبلة. وتشير التحليلات إلى أن زخم مشروع التطبيع لم يتراجع، بل إن الظروف اللازمة لإطلاق هذا المشروع بشكل فعال لم تنضج بعد. هذه الظروف التي تتضمن مسارات متعددة، من بينها التفاوض المباشر والتفاهم حول المبادئ العريضة لعملية التطبيع، فضلا عن مواقف القوى المؤثرة مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة. في ظل التصعيد التركي الحالي والتأكيد على الشروط الثابتة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الجانبين على تجاوز العراقيل الحالية والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. يبرز التحدي في ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تعالج القضايا الرئيسية التي تشكل محور النزاع، بما في ذلك ضمان تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا والتعامل مع القضايا الأمنية والإنسانية. كما يبقى ملف تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا مفتوحا على العديد من السيناريوهات، ويعتمد مستقبله على قدرة الأطراف المعنية على التفاوض بمرونة وإيجاد حلول تعالج الأزمات الأساسية التي تواجه المنطقة. We'll be right back.